السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المعذرة على التطويل في الانقطاع، لكن كان السبب أني كنت في منطقة ما فيها إرسال، والآن رجع الإرسال الحمد لله. أنا الآن في هذه المنطقة الجميلة، فيها ما شاء الله بقية ثلوج وينحدر منها أنهار، وأنا في أسفل الجبل تقريبا في وسطه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة. اليوم بنحاول نشرح ثلاثة أبيات فقط تقريبا، وهي في آخر باب نواقض الوضوء. يقول: وتمنع الأحداث من تطوف بالبيت والصلاة مس المصحف، وتمنع الجنابة اللبث بلا توضؤ وآية ممن تلا، والكل النفاس والحيض حرام، وزيد وطئ وطلاق وصيام. فقوله وتمنع الأحداث من تطوف بالبيت والصلاة مس المصحف، وتمنع الأحداث، الأحداث جمع حدث، وهناك حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر يسببه نواقض الوضوء وقد ذكرناها وهي ثمانية. الحدث الأكبر يسببه موجبات الغسل، يرتفع الحدث الأصغر بالوضوء ويرتفع الحدث الأكبر بالغسل. وتمنع الأحداث كلها، سواء كان حدثا أكبر كالجنابة أو حدثا أصغر كنقض الوضوء. وتمنع الأحداث من تطوف بالبيت، يعني من الطواف بالبيت، وتمنع الأحداث من تطوف بالبيت والصلاة مس المصحف، يعني وتمنع من الصلاة وتمنع من مس المصحف. ومما يدخل في الصلاة أيضا سجود التلاوة وسجود الشكر، كلها تعتبر صلاة. ثم قال: وتمنع الجنابة اللبث بلا توضؤ وآية ممن تلأ. وتمنع الجنابة زيادة على الثلاثة الأشياء التي تمنعها الأحداث كلها، وتمنع الجنابة اللبث بلا توضؤ، يعني اللبث في المسجد بلا وضوء، الجنابة تمنع ذلك. من أراد أن يلبث في المسجد أو يلبث في المسجد فعليه أن يتوضأ. وتمنع الجنابة اللبث بلا توضؤ وآية ممن تلا، يعني وتمنع الجنابة آية، يعني أن يتلو آية ممن تلا، يعني ممن قصد التلاوة. فلو كان يقرأ آية لكنه لا يقصد بها التلاوة، كبسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، يعني أكل طعاما فقال الحمد لله رب العالمين، أو أخذ شيئا وقال بسم الله الرحمن الرحيم وهو لا يقصد التلاوة، فهذا لا بأس به. ممن تلا يعني ممن قصد التلاوة. ثم قال: والكل للنفاس والحيض حرام، يعني كل ما تقدم من الخمسة المذكورة التي يمنع منها أصحاب الأحداث، والكل للنفاس والحيض حرام، وزيد وطء وطلاق وصيام، أي أن الحيض والنفاس يمنعان الوطء والطلاق والصيام، فالحائض والنفساء لا يجوز لهم الصيام، وكذلك لا يمتنع إيقاع الطلاق عليهما. والكل للنفاس والحيض حرام، وزيد وطء، وكذلك الوطء لا يجوز عليهما، والطلاق لا يجوز إيقاعه عليهما لكنه يقع، يعني لو أوقعه فعل حراما لكن الطلاق واقع ومعدود. هذا آخر ما عندنا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.